أول ما هتقول لسالم إنك ركبت كاميرات المراقبة في مبنى المحافظة هيروح جري يبلغ داني، وعلى فكرة ممكن يطلب يقابلك المرة دي. لازم المعلومة دي تتقال لداني بشكل ما يلفتش النظر. وأنا هقولها لداني برضو؟ لو سألك، أنا عايزك تقولها له بطريقة إنك قد إيه بتكره البلد، وقد إيه أنت كاره مصر، وقد إيه الكراسي بتغير البني آدمين. حتى المحافظ بيتفشخر ويركب كاميرات مراقبة علشان يدخل اللي هو عايزه وما يدخلش اللي هو مش عايزه. اللي يقبجه يدخله، واللي ما يشخشخش يجيبه بره. خلاص؟ طلعت الراجل مرتشي؟ احنا غير مالين حاجة. ماشي يا سيدي. اهي برضه تحبك غلك وكرهك للبلد. شفت بقى سعادتك ان ساعات بتطلع مني حاجات كويسة برضه. قول لي بقى، فكرت في أول مقابلة ليك مع داني؟ هو هيقابلني فين؟ أكيد لا في السفارة ولا في السيف هاوس. واحنا نعرف فين السيف هاوس بتاعهم؟ لا. لأنهم بياخدوا طريق جبلي، اللي بيمشي وراهم بيكشفوه، علشان كده احنا بنوقف المراقبة. احنا منتظرين بقى ثقتهم فيك تزيد علشان نعرف مكانه. إن شاء الله هعرفه لكم يا فندم. إن شاء الله. أكيد داني هيقدم لي نفسه على إنه صاحب الشركة اللي بيشتغل فيها سالم، ها؟ مش شرط. وبعدين مش مهم الصفة اللي هيقدم لك بيها نفسه، مش هتفرق معانا كتير. أنا أهم حاجة عندي، أنا عايزك توصل له ثلاث حاجات. أولاً، إنك قد إيه بتكره البلد. ثانياً، إنك مادي جداً وبتحب الفلوس وممكن تعمل أي حاجة علشان خاطر الفلوس. ثالثاً، إن طموحاتك ملهاش سقف. قد إيه أنت شاطر ومعتز بنفسك ومعتز بشطارتك في شغلك. لعلمك، خطوة زي اللي تمت بين سارة واللواء جلال دي بتأكد مصداقية شطارتك في شغلك. كل ما عززت نفسك أكتر، كل ما جري وراك أكتر، كل ما رقهم جري عليك أكتر، كل ما دفعوا لك أكتر. معلش يا باشا، يعني الفلوس اللي هم هيدفعوها لي دي هتبقى ليا لوحدي ولا؟ ولا إيه؟ ولا هنصصها يعني؟ لا، ليك لوحدك. سيبهولي ابن الحرام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، اوعي تقولي فاكراك وربنا عيط. غبت قوي المرة دي. قال ما انت فاكرة اهو. بصي بقى ست البنات، انا المرة دي جاي وطمعان في ذوقك، عايز حتة هديتين علاقة. لا، واطفال برضك؟ لا، المرة دي هنلعب مع الكبار. بس خدي بالك، المرة دي اتنين مش اي اتنين، عايزين نركز واحنا بنختار. مفيش مشكلة. قولي بقى، عندهم كام سنة ورجالة ولا ستات؟ ستات. الا ستات ده، ستات قوي. فندم، ما زي ما في رجالة قوي في ستات قوي برضه. ولعلمك بقى من اجيال مختلفة كمان. الله، يا سلام. هدي مثلا تنفع لمريم جدا وشبهها. طب احنا كده ناقص لنا مين بقى؟ سارة. تلات اهرامات. بصي، هم دول. انا تعبتك معايا، مش عارف اقول لك ايه، بس ذوقك عظيم في اختيار الهدايا. كملي جميلك بقى ولفي لي كل هدايا لوحدها، بس خدي بالك الهدايا دي مسافر امانيم كويس. ماشي. ومفيش احسن من الصراحه. وامشي عدل يحترع دوق فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اتفضل يا الصلاه والسلام. من يد من اعدمها. وانا كنت بقول ايه؟ امشي عدل يحترع دوق فيك. واللي تعرفوه مني عن نفسي احسن من اللي تعرفوه من بره. ده اصله مساله نسب. ما فيهاش لا غش ولا اوانطه. الله، ودي عمايلك عروستنا؟ لا، دي ماما. تسلم ايديكي. وما يجراش حاجه، تتعلميها منها. حكمنينا نفسها في الحلويات. عسل يا عسل. متشكره. هو انا كنت بقول ايه؟ انت جاي تخطب ولا جاي نفكرك باللي كنت هتقوله يا حاج سيد؟ عدم المؤاخذه، الواحد من كتر مشاكل الشغل ومن كتر العيال دماغه بقت مخوته. عيال؟ هو انت عندك عيال؟ عدم المؤاخذه، عندي سبع عيال، نسوان الكروم زي الخيط كده ورا بعض. تقولش كانوا داخلين لبعض السلع؟ وان شاء الله بقى على ذمتك دلوقتي كام ست؟
اتنين يا ماما. لا لا لا، هذا من مؤاخذه، تلاته، ما انا رجعت واحده اول امبارح لظروف عياها، مساله انسانيه لا اكتر. كمالت عدد يعني؟ يعني ايه كمالت عدد؟ انت عاملهم سبحه ولا عليك ورد بتتممه حاج سيد؟ لا 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 لا، ما مال الباشمهندس عمر زعلان ليه؟ انا جرى ايه؟ هو انا غلطان لما اقول الحقيقه يا نينا؟ نينا نينا نينا، جرى ايه؟ انت راجل فاكر نفسك في الروضه؟ ده انت اللي يدور عليك يلاقيك اكبر من ام الله يرحمها. ليه بقى يا نينا؟ انت مواليد كام؟ وانت مالك؟ ازيك يا خير؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الصحة؟ أهلاً وسهلاً. إبراهيم غزال الشال، خالي الأولاد ومدير صالات كامل للبلياردو. أهلاً وسهلاً. أمال فين المحروس ابنك؟ محروس ابني مين؟ العريس. أنا العريس. حبيب خاله. أقسم بالله لو دخلك قرار كلامك عن الجوازه دي لك ومدغدغ الاوضه على دماغك يا فاطمه. اهدى يا عمر، اهدى عشان خاطري، عشان خاطري. وطي صوتك. في يا بت، في ايه؟ ما تفهميني واعمل لك عمل وكل ده ليه؟ عشان الكلب اللي اسمه ريعو؟ يا عمر انا اللي عايش معاه مش انت. وريعو ده خلاص صفحه واتقفلت من زمان. ابوس ايدك بقى يا عمر، ابوس ايدك. خلصني. ماشي يا فاطمه، بس خليكي فاكره انت اللي هتحاسبي على المشاريب. انا خارج اعمل لك اللي نفسك فيه. وانتوا اتكلمتوا في موضوع الشبكه والمهر والحاجات دي ولا كنتوا مستنيين لما ناجي؟ ولا متهيألي الحاجات دي مش هتفرق مع الحاج سيد خال. الراجل شاري وداخل البيت من بابه. انا قلت الباشمهندس وفاطنه، قصدي الانسه فاطنه، تتقل بالذهب. شوفوا طلباتكم ايه وانا سداد. خلاص طالما مفيش خلاف في المساله دي يا حاج، يبقى مبروك الفتحة. تكونش الزغروطه اللي رنت من شويه دي تخص فاطمه والراجل العجوز الخرفان اللي لازم من عندهم يجرجر رجليه ده؟ لا دي صبرت ولانت بقى. انت بتتريق؟ انت عارف الراجل عمال تتريق عليه ونازل وخرفان مالته قد ايه؟ دي وقعت واقفه بلانيله. اللي واخد القرد على ماله يا هدى؟ مش عارفك بقى ان القرد ده بالذات مالته هتروح. الله، ده انت مركزه وبتدافعي وشايفاه املا بجد بقى. انا لا مركزه ولا بدافع، انت اللي شايفه قرد بيصدري وعمال تصغر من قيمته. خلاص ما صغر وقلل زي ما انا عايز، ولا هو كان من بقيه اهلي. جرابت، لا تقف عوج وتتكلمي عادل. انا لا هقف عوج ولا هتكلم عادل ولا هقف معاك من اصله. انا طالعه لامي. يلا اخويا سلام. ربنا يرزقك باللي يكفيكي على فمك عشان تطلعي بسرعه لامك. بس هم ملهاش كتالوج صحيح. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. صدق الله العظيم. انا عارفه ان ابتداء ربنا، بس انا عملت كل حاجه الدكتور طلبها مني. يبقى ليه بس؟ ليه؟ لو في ذلك حكم يا بنتي. يا رب قوي، انا خلاص ما بقتش قادره. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. ايه يا حبيبتي، عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. هاي زي الفل اهي، وهتفضل زي الفل طول عمرها ان شاء الله. يلا بقى انا سلم الورديه هنا عشان انا عندي ورديه تانيه هناك في البيت. على فكره الدكتور قال انها ممكن تخرج النهارده وترجع البيت. لسه معدي عليه دلوقتي، بس بيشترط الراحه التامه. طيب ربنا يريح قلبك يا ولادي، يعني من بكره الورديه هتبقى في البيت. ده هيبقى احلى واقرب. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ربنا ما يحرمناش منك يا بابا. يا حبيبتي معلش انا اسف، انت عارفه ضغط الشغل عليا جامد قوي، واليومين دول بالذات. لو ما كانش كده كنت ما فرقتكيش لحظه واحده، ما كناش تعبنا بابا. ربنا يقدرك يا حبيبي ويخليك ليا. ولا يحرمنيش منك ابدا. قادر يا كريم. ايه يا روح قلبي، انت هتشحتي عليا ولا ايه؟
يعني احنا اخواننا سيبنا الراجل ينزل كده من غير ما نأمن مستقبل البنت ونتكلم في الشبكة والمهر، خصوصا ان الراجل ده يعني سنه كبير وممكن يفيص مننا في اي لحظة. ما تقولي حاجة يا رؤية. والنبي تسيبوا رؤية في حالها، رؤية فيها اللي مكفيها. ما تتكلم يا حبيب خال، ومش انت الكبير؟